معانا زميلنا محمد توفيق من داخل نادي الاهلي، خلينا نروح له الاول ونعرف اخبار التمرين النهارده ونرجع نواصل اخبارنا. يا محمد مساء الخير، اهلا بيك، عوده للتدريبات 8 ساعه فاصله، اعتقد انه الاستعداد الجدي والفعلي مباراه ام بي بيبدا النهارده، نطمن منك على تمرينه الاهلي. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه المكان. بالفعل زي ما انت قلت 48 ساعه بتفصلنا عن مباراه هامه جدا امام فريق انبي في الدور نصف النهائي لبطوله كاس مصر للموسم الماضي. ان شاء الله النادي الاهلي يعني يحقق هدفه وان شاء الله يوصل المباراه النهائيه حفاظا على لقبه للعام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. كان زي ما انت قلت احمد التدريبات بدات منذ قليل، في تمام السادسه تماما بدا التمرين، كان طبعا كان قبله في محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في غرفه المحاضرات طبعا لدراسه فريق انبي وكافه الجوانب الفنيه الخاصه به، نقاط القوه ونقاط الضعف، اسلوب لعبه، وكمان اسلوب مواجهه النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الاربعاء القادم باذن الله رب العالمين. يمكن التدريب بدا على طول ببعض الفقرات البدنيه الخفيفه ومن بعدها على طول تدريبات الكره. معاك دلوقتي يمكن فريق مكمل في بعض التدريبات الفنيه الخاصه ببعض الجمل اللي بين ومستر مارسيل كولر ان شاء الله تطبيقها امام فريق انبي، ومن بعدها ان شاء الله هيكون في تقسيمه ما بين اللاعبين باذن الله يختتم بيها تدريب اليوم. ان شاء الله بكره كمان هيبقى في تدريب ختامي في تمام السابعه مساء، من بعدها على طول مستر مارسيل كولر هيختار قائمه من 21 لاعب للمبيت في احد فنادق مدينه القاهره الجديده بالقرب من استاد القاهره ان شاء الله استعدادا طيب للمباراه الهامه زي ما قلنا امام نادي انبي في الدور نصف النهائي. يمكن اللقطات اللي احنا استقبلناها مع الهواء دلوقتي من شويه شفت فيها عمرو السولية موجود في الملعب، عايز اطمن منك على حاله عمرو، مدى جاهزيته، احتمال عودته للمشاركه مره ثانيه مع الاهلي ممكن يبقى بدايه من ايه؟ وعايزك كمان المعلومات اللي جات لي من النادي الاهلي انه رضا سليم جاهز للمشاركه وانه الشكوى اللي كان بيشتكيها واللي ابعدته عن المشاركه في مباراه سان جورج من بعض الالام في الركبه انتهت، وبالتالي هو جاهز للمشاركه، هيكون موجود في تمرينه النهارده، ممكن يكون ورقه من الاوراق اللي هيستخدمها مارسيل كولر في ماتش الاربع ولا لا؟ خليني اطمنك بقى على كل اللاعبين اللي كانوا غايبين الفتره اللي فاتت يا احمد. يمكن يعني بدايه زي ما ذكرت عمرو السوليه، يمكن عمرو السوليه ومحمود متولي بينطبق عليهم نفس الكلام، هم في الفتره الاخيره من برنامجهم التاهيلي والعلاجي، يمكن الاثنين بداوا منذ الاسبوع الماضي الجري حول الملعب زي ما انت شفت النهارده في اللقطات اللي ذاعتها معاك على الهواء، يمكن الاثنين في برنامجهم التاهيلي زي ما قلت لك بداوا الجري ببعض التمرينات البدنيه الخفيفه. كريم نيدفيد كمان قبل بدايه التمرين كان برضه بيجري بعض التدريبات الاستشفائيه، صلاح محسن كذلك الامر. يمكن الاقرب للعوده يا احمد هم صلاح محسن وكريم نيدفيد، لسه عمرو السوليه ومحمود متولي هيبقوا في الفتره التاليه اليوم. خالد عبد الفتاح كمان حابب اطمنك عليه، يمكن خالد عبد الفتاح الحمد لله موجود بيشارك في التدريبات، ولكن طبعا حرصا من الجهاز الفني والطبي على سلامه اللاعب، خاصه انه يعني اجرى جراحه مهمه جدا في الكتف، فيمكن هم صابرين عليه شويه يا احمد، مش حابين يدخلوه في المباريات او بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه خوفا من تجدد الاصابه او انه خبطه في نفس المكان العمليه فتبقى فيها مشكله. يمكن يعني ان شاء الله على نهايه الاسبوع هيبقى في اشعه ثانيه لخالد عبد الفتاح يطمن من خلالها الجهاز الطبي على جاهزيته بشكل كبير جدا، وباذن الله يكون موجود مع الفريق في القريب العاجل. رضا سليم، يمكن رضا سليم بس كانت مجرد كدمه في الركبه، فضل الجهاز الفني انه يجري بعض التقويات كده يا احمد والتدريبات الاستشفائيه خلال الاسبوع الماضي، ولكن هو موجود في التدريب الجماعي الحمد لله بيشارك بشكل اكثر من رائع. مشاكله زي ما انت قلت وبايد كلامك راجع عليه مستر مارسيل كولر في الوقت اللي يشوف ان هو مناسب الدفع برضا هيكون موجود، ولكن من الناحيه الطبيه هو سليم تماما. نفس الوضع ينطبق على انتوني مودست، يمكن انتوني مودست ما شاركش بس في اخر مباراتين لظروف القيد، ولكن هو من الناحيه الطبيه هو لائق تماما، بس يمكن بعض التدريبات كده البدنيه وبرنامج تدريبي خاص كان معمول ليه من الجهاز الفني، ولكن هو طبيا جاهز للمشاركه في اي وقت حسب رؤيه الجهاز الفني. كذلك محمد عبد المنعم، كل التوفيق طبعا لفريقنا في مباراه الاربع اللي جاي. بشكر الزميل محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه النهارده، وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم بكره اللمسه الاخيره قبل الدخول في معسكر استعدادا لمواجهه ام بي.